هذه الندوة التي ينظمها اليوم تنظمها جمعية ضحايا الطرد التعسفي والقسري من الجزائر، ضحايا المغاربة من لهذه الجريمة ضد الإنسانية التي اقترفها النظام الجزائري سنة 1975 في صبيحة عيد الأضحى، كانت توافقت مع 18 ديسمبر. هذه الندوة اليوم يعني جاءت تتويجا للعمل الذي قامت به هذه الجمعية، جمعية من المجتمع المدني، قامت يعني بتمثيل هذه هؤلاء الضحايا منذ إنشاء الجمعية سنة 2006. طبعا أنا لست عضوا في الجمعية، أنا يعني مشارك كمحاضر ومتدخل في هذا اللقاء، ويحصل لي الشرف أن أكون عضوا في هذه الجمعية لأنها يعني جمعية تدافع عن حقوق حوالي نصف مليون مغربي، 45 ألف عائلة تم طردهم، تم اقتلاعهم من مساكنهم، تم يعني جرد تجريدهم من ممتلكاتهم العينية المنقولة والثابتة، حتى النساء تم تجريدهن حتى من حليهن على الحدود. إذن هذه الجريمة اليوم يعني أصبحت تقارب نصف قرن، يعني إحنا الآن على 48 سنة، ومع الأسف لحد الآن يعني المستوى الرسمي المغرب لم يتبنى هذا الملف. الجمعية قامت بكل ما يمكن أن تقوم به جمعية في المجتمع المدني، أوصلت هذا الملف إلى مجلس حقوق الإنسان على المستوى الأمم المتحدة في جنيف، واستصدرت منه توصيات سنة 2010، وأعيدت توصيات سنة 2013، والآن على ما أظن سنة 2023 كان هناك أيضا توصيات من مجلس الأمن من مجلس حقوق الإنسان في جنيف. والآن هذا الملف أصبح متكاملا، لأن هناك شهادات حية لهؤلاء المطرودين، هناك إثباتات لعملهم ولممتلكات وعقاراتهم التي كانوا يملكونها، هناك اعترافات بالفيديو بالصوت والصورة لأقطاب النظام الجزائري ولبعض السياسيين الجزائريين الذين يدينون هذه العملية، بالإضافة طبعا إلى أن جواب النظام الجزائري على توصية مجلس حقوق الإنسان يعترف ضمنيا فيها على أنهم اقترفوا هذه الجريمة. الآن هذا المستوى الذي أوصلته إليه هذه الجمعية ربما أقصى ما يمكن أن يوصله المجتمع المدني في قضية مثل هذه. التقاضي أمام المحكمة العدل الدولية أو رفع هذه القضية أمام مجلس الأمن الدولي أو رفعها أمام محكمة حقوق الشعوب والحقوق الإنسان في على مستوى الاتحاد الإفريقي، أو رفعها حتى على وعرضها حتى داخل المنظمات التي تجمعنا بالنظام الجزائري مثل الجامعة العربية، منظمة المؤتمر الإسلامي، هذا المستوى يجب أن تأخذه على عاتقها الدولة المغربية، وزارة الخارجية، وزارة العدل، وزارة الداخلية، المجلس الوطني لحقوق الإنسان وغيرها من المؤسسات الرسمية، لأن ثقل هذا الملف يفوق طاقات المجتمع المدني. وبالتالي يعني اليوم ما هو مطلوب في هذه الندوة يعني التعاطي مع هذه الجوانب القانونية في لاستكمال الملف من أجل يعني طرحه على الجهات الرسمية لتتبناه. طبعا المغرب سيكون مستفيدا على طول الخط، لأن الجزائر هي نفسها قارنت هذا الملف بقضية الصحراء. هواري بومدين حينما ارتكب هذه الجريمة سنة 75 وصفها بالمسيرة الكحلة، يعني مسيرة السوداء، ردا على المسيرة الخضراء التي كان قد نظمها المغرب شهرين قبل ذلك. المسيرة الخضراء كانت في 6 نوفمبر 1975، الجريمة هذه النكراء المسيرة الكحلة كانت في 18 ديسمبر، يعني تقريبا شهرين، أكتوبر نوفمبر ديسمبر، ثلاث أشهر ما بين الجريمتين. وبالتالي هو اعتراف رسمي بالجزائر على أنها قامت بجريمة ضد الإنسانية مكتملة الأركان، لأنه عقاب جماعي أولا، والعقاب القانوني يكون عقابا فرديا، عقاب جماعي وضد 45 ألف أسرة، ما يقارب نصف مليون إنسان، يعني ما بين 300 ألف إلى 500 ألف نسمة، فيهم أطفال شيوخ نساء إلى آخره. ثم النظام الجزائري يعتبر على أنه انتقاما من المغرب بانتقام من المسيرة الخضراء، وبالتالي فهو عقاب لا علاقة له بالمدنيين. بهذه الحيثية كلها تصبح الجريمة جريمة ضد الإنسانية مكتملة الأركان، وأنتم تعرفون على أن الجرائم ضد الإنسانية بحكم القانون الدولي لا تتساقط حتى مع ولا تتقادم مع تقادم القضية. طبعا هناك مكتسبات أيضا يعني سياسية للمغرب، لأن العالم سيكتشف على أن الذي يقف وراء قضية الصحراء المغربية وراء الانفصاليين هو النظام الجزائري، وما الجبهة الانفصالية إلا أداة في يده من أجل إعاقة سير طريق المغرب في تنميته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية إلى آخره. وبالتالي يعني من حيث ما أخذنا هذه القضية من كل وجوه، فهي يعني قضية يعني تسائل كل مؤسسات الدولة المغربية عن سبب في عدم يعني تبني هذا الملف على المستوى الدولي من أجل إنصاف هؤلاء الضحايا أولا، ثم يعني دعم ملف قضيتنا الوطنية من خلال الربط ما بين هذه الجريمة ضد الإنسانية وبين الجريمة السياسية التي يقوم بها النظام الجزائري ضد وحدتنا الترابية.